أساليب تساعد على ضبط النفس وعدم الغضب خاصة مع الأبناء؟ واضح أنه هذا السؤال من الآباء والأمهات. يعني شوفوا موضوع ضبط النفس وعدم الغضب، طبعا هني في عدة وسائل ممكن الواحد يمارسها. الوسيلة الأولى تعرفون، يعني أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير ما يوجه لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فالغضب أصلا مدمر للشخصية وللنفسية، والغضب يخلي سبب من أسباب الأمراض، يعني حتى الجلطات، الجلطة واحدة من أسبابها العصبية والغضب، القولون يضرب، حموضة في المعدة، في سكتات قلبية أحيانا أتي، هذه كلها وسكتات دماغية كلها من وراء الغضب. ولذلك لو الغضب فيه خير لوجدنا أن في السيرة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يغضب ويعصب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، وعدد المرات اللي عصب فيها ولا غضب ينعدون على الأصابع. بل بالعكس، الخير ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فإحنا لا نلغي الغضب ولا نقول كل يوم تعال اغضب، لكن الغضب لله ورسوله هو الأصل. أما حق عيالي، طيب العصبية ما راح تفيد، العصبية والغضب تفيد الغاضب لا المغضوب عليه. ركزوا معي، الغضب يفيد الإنسان العصبي. ليش؟ لأن الإنسان لما يعصب ويغضب فهو قاعد ينفس عن نفسه، لكن هو ما قاعد يقوم سلوك اللي أمامه. لأن إحنا إذا بنقوم سلوك اللي أمامنا لازم نتحاور معه، ولازم اللي أمامي يقتنع أن السلوك خطأ. أما إذا أنا عصبت، طيب هو غير مقتنع، طيب شو سويت أنا؟ ما سويت شيء. بل بالعكس، أنا أرى أن الغضب يربي على النفاق. ليش؟ لأنه الأولاد راح يعرفون أني أنا أعصب من هذا السلوك، فالأولاد راح يكونون أمامي ماشيين سيدة ممتازين، لأن يتجنبون الغضب ومن وراء ظهري يفعلون ما يريدون. إذن أنا ما ربيتهم تربية سليمة. فالغضب إذن يربي على النفاق، لكن اللي يربي تربية سليمة هو الحوار والنقاش، مو حتى أوصل حق نتيجة. الآن خليني أفترض في بعضكم الآن قاعد يشوف هذا اللقاء لكنه عصبي وتربى على العصبية، إيش الحل؟ الحل الأول الوضوء. بمجرد ما تعصب على طول اجري في أي مكان في مغسلة وتوضأ، لأن الماء يبرد الجسم، يبرد العصبية، وتعرفون العصبية من الشيطان والشيطان من نار، فالجسم يولع حرارة، أطفي الحرارة في الماء، بعدين أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألجأ إلى الله من الشيطان الرجيم لأنه هو مصدر الغضب والعصبية. بعدين واحدة من التكنيكات اللي نستخدمها تغيير المكان، يعني إذا أنا عصبت في الصالة مثلا أروح غرفة النوم، عصبت بغرفة النوم أروح المطبخ، أغير الموقع. تغيير الموقع هذا لأنه حتى أبتعد عن المثير فتهدأ النفس. من التكنيكات أغير الحركة، إذا أنا واقف أجلس، إذا أنا هني أتحرك، ألعب رياضة، إذا عندي درج في البيت أطلع الدرج وأنزل من الدرج، أطلع وأنزل، أطلع وأنزل، فالتوتر اللي عندي